ونتابع معكم ماذا يحدث في الأسواق العالمية بمزيد من التحليل مع نادية البلاسي محلة الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا نادية. وجدنا أسعار النفط شق طريقها بشكل لافت نحو $100 للبرميل على خلفية تراجع المخزونات الأمريكية، لكن هل هذا سبب كافي نادية فقط ليدفع بالأسعار نحو هذا الارتفاع؟ صباح الخير. طبعا يعني غير عن هذا السبب الكافي، في طبعا توقعات الى يعني ان ينخفض الطلب في فصل الشتاء ايضا، وهذا كمان يضغط سوري يعني يعزز من ارتفاع اسعار النفط، وهذا يعني المتوقع الان في فصل الشتاء بالنسبه الى اسعار النفط. نعم. طيب نادية، يعني تحدثنا عن السلع، كنا شاهدنا التطورات الأخيرة في الأسواق وأدت بهذه التراجعات من جديد على الذهب، برأيك هل نتوقع مزيد من التراجع ومستهدفات أقل بالنسبة لأونصة الذهب الفترة المقبلة؟ طبعا شاهدنا يعني اسعار الذهب في تراجع ملفت جدا يوم امس الى 1875، وذلك بسبب عوائد السندات المرتفعه جدا التي يعني كانت على ارتفاع منذ 16 سنه يعني. وطبعا يعني شاهدنا انه يعني غير انه عوائد السندات وارتفاع الدولار، كمان نيل كاشكاري وهو يعني من اعضاء الفدرالي في كل مقابلاته يصرح بان سيكون في المزيد من رفع اسعار الفائده، وهذا يؤثر بشكل سلبي على اسعار الذهب. طيب نادي، دعينا نعرج على الاسواق وادائها الربعي والتقييم لهذا الاداء. يعني شهدنا طبعا المؤشرات الأمريكية أيضا تتراجع في موجة هبوطية يعني في هذا الشهر، ونتوقع أن تستمر هذه الموجة الهبوطية في شهر أكتوبر، كما صرح يعني البنوك الكبرى ومحللين كبار بأن هذه الموجة الهبوطية تستمر خلال شهر أكتوبر في كل سنة، فممكن أن نشهد هذا التراجع يعني في المؤشرات، وطبعا في ظل يعني توقعات برفع أسعار الفائدة وايضا ارتفاع الدولار يعني الذي ايضا ينعكس بشكل سلبي على البزنسز ان جنرال، وهذا الشيء طبعا ينعكس على المؤشرات الاسهم. نعم، يتبقى لدينا نادية تساؤل حول اذا ما كانت الشركات الكبرى ستكون سخيه في توزيعاتها النقديه. موسم الديفيدنس الان يفتح الباب على مصراعيه للكثير من القرارات الاستثماريه. الربع الثاني كان في عندنا توزيعات مهمة وخاصة في البنوك، ولكن إلى أي حد إحنا مقبلين على فترة توزيعات، وبالتالي الأسواق راح تتحرك على وقع هذه القراءة والتوقعات من قبلكم طبعا عن طبيعة هذه التوزيعات؟ طبعا يعني احنا في تباين في هذا الشيء الان، طبعا في شركات يعني في الايرنينج سيزون عملوا يعني اداء جيد جدا، ويعني بغض النظر عن سبتمبر كان يعني أسوأ اداء للمؤشرات الامريكيه، ولكن نتوقع ان يكون في يعني ما زال فرص طبعا بالديفيدنس والكاش اوت فلوز ان نرى المزيد من هذه الديفيدنس، وخاصه ان احنا نتوقع ايرنينج سيزون أن يكون إيجابي وليس سلبي، فنتوقع أن هذا الشيء يقود الأسواق إلى ارتفاع بعد شهر أكتوبر. نعم، ونشكرك نادية البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إيكويتي جروب. شكرا لكم.